Hello, good morning. Okay, so النهارده خميس وانا المفروض عندي 3 محاضرات بس في محاضره منهم اتلغت وتبقى اونلاين. سو عندي محاضرتين واول محاضره عندي كويز. فاضل 10 دقائق بالظبط والمحاضره تبدا. سو اي هوب ان انا الحق لان لسه حرفيا هطلع سلم وقرف بقى. سو يب وش مي لك. اعرفكم يا جماعه بكليتي، كليه العبيد، جامعه هارفارد، عشان هم بجد محسنا ان احنا في جامعه هارفارد وحاجه تقرف حقيقي. هون لو في جامعه هارفارد ده برضو مش هيحصل فيا بصراحه. يعني امتحان الساعه 8 الصبح، يعني اساسا اثبت علميا ان المخ البشري ما بيشتغلش بعد الساعه 10. انا امتحان ازاي الساعه 8؟ جماعه انا خلصت الامتحان و I think ان انا حليت كويس. يعني في سؤال، كام سؤال كده ما عرفتهمش، بس I think ان انا حليت كويس و I'm so glad about it. So yeah. دلوقتي المفروض احنا، يعني انا خلصت الامتحان بدري وطلعت وهي قالت نخش في الفئات، نخش على ونص كده، ف المفروض هي ونص دلوقتي، فانا دلوقتي هخش اكمل محاضرة بعدين اخرج عشان عندي محاضرة عربي. ومحاضرة العربي النهاردة المفروض هعمل فيها ايه؟ يعني كل واحد هيطلع يشرح حتة كده من الادب، وانا طبعا مش فاهمة فيها اي حاجة ولا ذاكرتها طبعا، لان انا مش بذاكر عربي. سو you know so لما هطلع بعمل ايه؟ هقرأها وهروح قايلاها كده شرحاها بالعامية وخلاص. ف wish me luck. بعدين بعد ما اخلص الجامعه ممكن اروح اذاكر، او غالبا هروح. سو او اذاكر او اروح او اروح المحاضره. الكل فات بسرعه قبل ما اخش المحاضره زي كده. اوكي مش باينه قوي، مش باينه قوي. ما عملنا في المحاضرة يا رب الدكتور ما يشكاش واحنا بنصور. عارفة اللي هي الميم اللي على الفيسبوك دي اللي هي يا دكتور والله ستريك مش بصور المحاضرة يا دكتور بلوك. ياي وير فيموس يا جماعة، وير فيموس. خلصت المحاضرة دلوقتي هنروح محاضرة العربي. جبت هاكلها وانا مش عارفة فين مدرج العربي، لان احنا دايما بناخد كل الياباني في المعامل، فالمدرج بتاع العربي يعني بيبقى متغير. ساعات كنا السنة اللي فاتت بناخد برضو العربي في المعامل بس السنة دي لا، فهروح ادور على المدرج لاني مش فاكرة كان فانهي، لان عندنا اساسا يعني 2 عربي، فالاثنين العربي دول كل واحد في مدرج مختلف. يعني عندي يوم تلات عربي واليوم الخميس اللي هو النهارده، فانا مش عارفه التاني ده فين، بس تقريبا هيكون في الدور، في دور بعيد، في دور فوق، وانا حاليا بنزل، فبجد غباء. صباح الخير يا جماعة، أنا بس
صاحية من محاضرة العربي كنت نايمة مش عارفة مين انا بس انا فعلا كنت نايمة ايه خليتني اشرح الجزء اللي انا المفروض كنت محضراه ده بعدين نمت. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down? Yeah. No friends of mine, no friends of mine around.